هو ده وقتها يا جماعة. قومي يلا بقى كده جهزيها، وعلى حبايبك وجيرانك وزعيها. ايه العشورة الكريمي الجميلة جدا دي؟ اولا كده كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام يا رب وانتم في احسن حال. انا واحدة من الناس اللي بستنى التسوق وعاشوره كل سنة علشان اعمل فيها الجريمة دي. انا بحب جدا اكلها في الوقت ده، مش بحب اعملها كده في اي وقت في السنة. والنهاردة هشاركها معاكم بطريقة حلوة جدا، هتطلع معاكي كريمي حتى بعد ما تبرد، مش هتقفش كده وتكون متماسكة، هتبقى كريمي جدا. يلا بينا على الطريقة. بسم الله. عندي هنا نص كيلو من الغلة او القمح بجيبه من عند العطار، لو عايز تعملي اقل من كده يعني ممكن تعملي كوبايتين بس او ثلاثة حسب افراد اسرتك. انا هنا كنت جايبة قمح من الضحى، بصراحة بيكون نظيف جدا ومتنقي وما بيكونش فيه حصى ولا اي حاجة خالص، وكمان مش بيكون غالي. تمام. اهم حاجة القمح بتاعنا لازم يتنقع كويس جدا جدا ليلة كاملة او 6 ساعات، اقل حاجة 4 ساعات، يعني ما ينفعش ساعة واحدة ولا نص ساعة ولا الكلام ده كله خالص. زي ما احنا عارفين البقوليات بيكون فيها غازات ضارة للقولون، فلازم انقعها كويس جدا، وبغير كمان المية اكتر من مرة اثناء النقع علشان اتأكد ان هي ممتازة وكويسة ومش هتضرنا. عندي بقى هنا لكل نص كيلو من الغلة لتر ونص من اللبن، حابة تحطي لتر واحد بس من اللبن وتضيف عليهم كوبايتين كبار من المية مفيش مشكلة. انا هنا حابة استخدم لبن صافي، عايزة الحاجة تكون طعمها مركز يعني وغنية. تمام كده. نشوف باقي مكوناتنا. عندي هنا معلقتين كبار من كريم شانتيه او بودرة الصوبيا اللي احنا عملناها مع بعض في رمضان، بتخلي طعم العشورة حلو جدا جدا جدا. تمام كده. عندي كمان كوباية ونص من السكر، حابة تضيفي اكتر من كده حسب رغبتك مفيش مشكلة. عندي كمان 3 معالق كبار من القشطة وش اللبن البيتي، او يا اما تجيبي القشطة الجاهزة البوك، طبعا القشطة بتدي قوام كريمي وكمان طعم كريمي جدا جدا. عندي كمان 2 معلقة كبار من النشا علشان نربط بيها العشورة، مش هكتر عن 2 معلقة علشان القوام ميربطش معايا بزيادة. وكمان عندي فانيليا بودر او فانيليا سايله، 1 معلقة من الفانيليا السايله، يا اما كمان ميه الورد، هاخد 1 معلقة برضو من ميه الورد، مش هكتر من اي حاجه فيهم علشان ما تمررش معايا. دي مقاديرنا سهله وبسيطه، ونبدا مع بعض في الطريقه. جبت الغله بتاعتي بعد ما نقعتها زي ما قلت لكم ليله كامله، غسلتها كويس جدا جدا بالميه لغايه ما بقت الميه معايا شفافه كده وصافيه، ما فيهاش اي شوايب او اي لون ولا اي حاجه خالص، وصفيتها كويس. ودلوقتي هنزل كده في الحله اللي انا احطها على النار، زي ما قلت لك ممكن تعملي كوبايه واحده بس او كوبايتين، كده كده بترمي معاكي كميه كبيره يعني. وهغطيها بارتفاع علقتين من الصباع بميه فاتره من الحنفيه بالشكل ده، لازم اغطيها بارتفاع علتين اهو. دلوقتي بقى هرفعها على النار لمدة ربع ساعة على النار، وظبط الساعة بتاعتك. هتغلي معاكي غلوتين 3 4، تمام بالشكل ده اهو، لسه رفعها على النار ربع ساعة بس مش اكتر، ونرجع نشوفها تاني مع بعض. دلوقتي حبايبي بعد ما عدى ربع ساعة، بصوا اي ريم هيظهر معايا لازم اشيله علشان ما يعكرش لونها ولا كمان يغير طعمها. تمام كده. دلوقتي عدى ربع ساعة، هطفي النار دلوقتي وهغطيها بالغطا بتاعها، وطبعا خلاص النار طفت معايا. وكمان اظبطي الساعة بتاعتك على نص ساعة بالظبط، وارجعي بقى كده شوفيها هتلاقيها فشرت وفتحت معاكي، والحبة اتضاعفت وكمان حجمها كلها اتضاعف وبقت مستوية معاكي وممتازة جدا جدا. هسيبها دلوقتي على النار نص ساعة متغطية بالشكل ده والنار بتاعتي مطفية، ونيجي بقى كده مع بعض نحضر الباقي. عندي بقى هنا نحضر الخليط بتاعنا ده على البارد، هجيب كوباية احط فيها 2 معلقة النشا، طبعا لازم تحضر على البارد، 2 معلقة النشا عليهم 2 معلقة كريم شانتيه، يا اما 2 معلقة بودرة الصوبيا. لو لسه بقى عندك من رمضان استخدميها، انا هنا استخدمت بودرة الصوبيا ان كانت موجودة عندي في التلاجة، وعليهم 1/2 كوباية او 1/4 كوباية من اللبن، حابة تدوبيهم في مية براحتك، قلبهم كويس قوي بالشكل ده، واخلي الخليط بتاعنا جاهز. زي ما قلت لكم الموضوع كله ما بياخدش وقت خالص، يعني في خلال ساعة هكون عاملة اجمل عشورة. دوبت كده خلاص، هجهزه كده خلاص، هركنه على جنب لغاية ما احتاجه. تعالوا بقى نشوف مع بعض الغلة او القمح. بصوا ما شاء الله عدى نص ساعة بالظبط بالدقيقة، شايفين ما شاء الله شربت المية كلها وفشرت وفتحت معايا، وكمان حجمها اتضاعف، شايفين ما شاء الله
مستوية جدا جدا، وكمان محتفظة بشكلها مش مهرية اهو، شايفين ما شاء الله عاملة ازاي. هي ربع ساعة بس على النار، وبعد كده غطيتها وسبتها بقى على الحرارة اللي كانت موجودة فيها والسخونية، استوت ممتازة جدا. في الوضع ده كده اسمها بليلة. لو انا عايزة بليلة يبقى كده هي يبقى انا كده عاملة بليلة، تمام. دلوقتي احنا عايزين نعمل عاشورة. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ زي ما كل امهاتنا كانوا بيعملوا، بياخدوا نص الكميه بيحطوها في الخلاط ويضربوها كويس جدا، وكده يرجعوا يفضوها على الكميه اللي كانت في الحله عشان يعمل ميكس ما بين الحبه المهروسه والحبه الكامله، تمام. انا هنا عندي هاند بلندر، هعمل كده كام ضربه كده عشوائي. طبعا هاخد بالي عشان ما يخربش الحله بتاعتي. يا اما تحطيهم في الخلاط نص الكميه بس تاخديها وتحطيها في الخلاط وتضربيها كويس قوي كده ترجعي تفضيها على الباقي الموجود في الحله، يا اما بالهاند بلندر كام ضربه كده عشوائي، تمام، علشان اخد الميكس ما بين الحبه المهروسه والحبه الكامله. دي بقى العاشوره. لو مش عندك هاند بلندر او الخلاط بتاعك بايظ، بهرست البطاطس وهرسي كده برده كام هرسه كده عشوائي، هتلاقي اديتك نفس النتيجه بالظبط كده. خلاص مش هضرب اكتر من كده علشان زي ما قلت لك ما يبقاش الموضوع مهلبيه، انا عايزه عشوره. هرفعها على النار تاني. دلوقتي بقى هضيف لها معلقتين كبار من جوزة الهند المبشور، اسويها معاها على النار، بيخلي طعمها حلو جدا جدا وريحتها جميله جدا. هضيف دلوقتي لتر ونص من اللبن زي ما قلت لكم اهو، شويه شويه، وافك العشوره بتاعتنا، بقت خلاص عشوره دلوقتي اهو كده. ضفت اللتر ونص من اللبن زي ما قلت لك، حابه تضيفي لتر بس من اللبن وتضيفي كوبايتين كبار من الميه، دي حاجه ترجع لك مفيش مشكله. وكمان هضيف لها السكر قبل اللبن ما يغلي، السكر بتاعي اتكتل اهو، كوبايه ونص من السكر، حابه تضيفي كوبايه الا ربع، كوبايتين الا ربع او كوبايتين طبعا، بس يعني حطي السكر ودوقي علشان ما يزيدش منك السكر. انا بالنسبه لي كوبايه ونص كان مظبوط جدا. اقلب السكر بتاعي بالشكل ده وهسيب اللبن على النار يغلي شويه قبل ما اضيف باقي المكونات. النار بتاعتي عاليه كده، خلاص اللبن غلى خالص معايا اهو. اهدي النار دلوقتي شويه واجيب بقى الخليط اللي انا دوبته في الاول، النشا واللبن وكمان معلقتين الصوبيا او معلقتين الكريم شانتيه، ضربتهم مع بعض على البارد اهو، هدوهم تاني طبعا عشان النشا ساعات بتركز كده معاكي في قاع الكوبايه، تقليبه كده بسيطه. وهرجع بقى كده، بصوا ايد بفضي كده سرسوب وايدي التانيه بتقلب، ما ينفعش افضيهم كلهم مره واحده علشان ممكن النشا تستوي معايا وتكلكع معايا في مكان واحد، فايد بتفضي وايد التانيه بتقلب على طول مستمر اهو، مش بوقف خالص بالشكل ده. بصوا بتربط معاكي بسرعه جدا، بتبص تلاقي الخليط تقل معاكي في ايدك، لفت خلاص اهي معايا ما شاء الله جميله جدا اهو، تمام كده لفتين كده. كمان دلوقتي بقى هضيف القشطه، القشطه بتتحط في الاخر مش في الاول عشان تفضل طعمها موجود اهو. هنزل باقي الموجود في الكوبايه في الطبق. طبعا لو اللبن بتاعك بخيره او كامل الدسم ما تضيفيش قشطه خلاص، تمام كده اهو. تقليبه بقى كده حلوه، كده باقي معايا الفانيليا باودر او معلقه من الفانيليا السايله او معلقه من ميه الورد، اهم حاجه ما تكتريش عشان ما تمررش معاكي، بحطها برضو اخر حاجه عشان تفضل ريحتها موجوده. وطبعا لازم الخليط بتاعنا كده دلوقتي يغلي علشان اتاكد ان النشا استوى وكل حاجه حطيتها استوت مع اللبن. بصوا شايفين ما شاء الله قوام ممتاز جدا جدا، وطبعا على ما تبرد هتتقل عن كده كمان، فما تكتريش النشا علشان ما يبقاش القوام متماسك جدا، احنا عايزين قوام كريمي مش قوام المهلبيه. بصوا غلوه واحده كده وهطفي على طول، خلاص كده بكبكت اهي وغلت، تقليبه كده بسيطه وهطفي النار. يلا بينا مع بعض علشان نقدمها.
سهلة جدا وسريعة، ما خدتش معانا وقت خالص. شايفين ما شاء الله اهي القوام بتاعها ممتاز جدا جدا. هديت شوية وحضرت بقى الاطباق بتاعتي اهو، او الكاسات، وهقدمها بالشكل ده. جميلة جدا ومغذية وحاجة كده في منتهى الجمال. قدميها لولادك وكمان عرفيهم احنا ليه بنعملها اهو. جميلة جدا جدا ما شاء الله. طبعا انا مش هغرف الكمية كلها، انا هغرف بس على حسب ما انا عايزة يعني اهو. تمام كده. عندي بقى هنا اي مكسرات، اي مكسرات موجودة عندك، فول سوداني، زبيب، جوز هند، اي حاجة موجودة عندك زيني بيها بالشكل ده علشان بقى يعني نكمل بقى الشكل الجمالي. طبق تحفة بجد، رهيب جدا جدا. اعمل بقى كمية حلوة ووزعها لحبايبك وجيرانك وقرايبك اهو. تحفة بجد، رهيبة جدا جدا. بأقل حاجة عملنا كمية كبيرة جدا زي ما قلتلكوا، هو بيرمي معايا كمية كبيرة يعني نص كيلو، عمل كمية كبيرة جدا. طبعا بصوا شايفين شكلها ما شاء الله جميلة جدا، وكل ما بتقعد وبتبرد بتكون كريمية اكتر. كمان عايزة اوريكم القوام بتاعها عامل ازاي، تجنن. هي لسه كانت سخنة اهو، بصوا شكلها عامل ازاي، رهيبة اهي. شايفين القوام بتاعها تحفة جدا جدا ما شاء الله، مقاديرنا مظبوطة وهتعجبك ان شاء الله. جربيها وسيبي رأيكم في الكومنتات، ومتنسيش لايك الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.